حلم. الحمد لله كله نصيب الله كاتب لك إياه. الحمد لله. مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، هنا يتم العمل على الكسوة سنويا. This is handmade, bro. Wow. You take a lot of time. ما شاء الله تبارك الله. ذلك الفضل. Take a lot of time. This is handmade. Look at that. Wow. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. هي هي. وراها بالضبط. تسحبها باليسار. اي تسحبها باليسار تشدها تقوم تجيب الملف هذا هنا. How long will it take you to finish this, bro? This will take a lot of time. اشتغلت وحده هذه خلاص عم حسن يعني. لا ما شاء الله تبارك الله. اي بسم الله حسبي الله. اللي بيشتغلوا هنا ما شاء الله بتدربوا عليها كم بيجلسوا؟ تاسع عندكم تقريبا 6 أشهر 9 و3 أشهر هنا 9 أشهر. 9 أشهر بس يتدرب عليها تدريب. ايوه خلاص اخذ الشهاده من هناك من المعهد يجينا هنا. هنا تطبيق. تمام. ايه bro that's not easy though. It's not easy. This handmade. طبعا الاخ عبد الجليل هو سائق الليموزين اللي وصل الضيوف لهنا، فلما عرف اتحمس وقالوا لي انه دمع فاضيف واحد الى قائمه اللي خيطه صار عندنا عبد الجليل من الهند. الحمد لله. الحمد لله. الله لك الحمد. الله يكرمك الاجر ان شاء الله. يعطيك العافيه. Wow. That's emotional, though. Allah يجزاك بالخير. مرحبابك. مرحبابك سار. من ضمن الخدمات المقدمة أيضا خدمة صناديق حفظ الأمتعة. في أكثر من 2000 لوكر بكل الأحجام لخدمة الزوار وكله ما شاء الله ميسر وأوتوماتيك. واحد بس يضغط في عربي وإنجليزي. ديبوزيت يفتح اللوكر. طبعا اللوكر في USB وفي شحن وكله هذا أيضا خدمات. يقفل هيقول له pay now ويأخذ credit card كمان. هيطلع لك البطاقة أو الكارت في كل البيانات حقتك رقم اللوكر الأخري. خلصت تبغى مرة تانية بس حط الباركود. واو تأخذ حاجة. This is awesome. وانتهينا كله بيسر وسهول. طبعا مكة جوها طبيعة حار وفي الصيف حار جدا تصل درجات حرارة إلى 40-50 درجة مئوية. فأيضاً 50. إثراء تجربة الزائر بأنه ما يتعرض يعني للحرارة الشديدة وهو جالس يصلي يعرق. فموضوع التبريد موضوع يعني مرة مهم. نظام التبريد طبعاً مساحات ضخمة أعداد ضخمة فجوة في الوحدات التبريد الداخلية حق الحرم. بس هو لأنه شفت فالمفروض أنه إذا أي كونديشن. أيوة أنا عجيب دي ما علينا. واو حيجي يساعدني ساعدني نحطه هذه هنا بس هو 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 بس اوكي تمام. بسم الله بسم الله. واو ادعي انت بس سوي دعاء. That's very strong. 20 مكنة. Yeah that's more better. تعال تعال ايش بتسوي؟ حجر حجر بس حطه هنا. ايوه بس ايوه ايوه تمام. يا سلام عليك. أوه. هذا الهدف اصلا. مئات الوحدات تحت الارض وتحتنا لسه كمان في انابيب حقت المويه البارده لتبريد الحرم بالكامل علشان الزائر لما يجي يركز في المهم. طبعا كل اللي راح الحرم لاحظ انه البلاط حتى لما يكون في عز الظهر
يكون بارد ما هو حار ما يلسع الرجل. السر هو في نوع هذا البلاط أو الرخام. هذا رخام جايبينه مخصوص من تاسوس، هذه منطقة في اليونان، جبل في اليونان، جايبين الرخام من هناك خصيصا وتقطع. هذا ميزته أنه يعكس الضوء ويعكس الحرارة، ومو بس حرارة البلاط، اتجاه البلاط مدروس. هتلاحظوا أنه كل البلاط في الحرم متجه نحو الكعبة. ليه؟ علشان الآن مثلاً إحنا في المسعى، لو أدن يعرفوا فين يتجهوا حتى لو ما حد شايف الكعبة. وهذا صعب هندسياً، يعني شوفوا الميلة دي علشان يهندسوا البلاط بهذا الشكل. فهو قرار ليس بناءً على الأسهل ولكن الأحسن. كل البلاط اللي في الحرم يتم تقسيمه إلى زونز أو مناطق، تتم مراقبته من قبل مراقبين وبعدين معالجته. زي هنا دحين الأخ شعبان شغال على الترويب، أي مسام موجودة في الرخام يتم علاجها. هذول من ايش؟ هذول اظن من الجزائر، رايق جزائر. خدمه جميله كمان ما كنت عارف عنها، تطبيق مقصد. مين يعرف تطبيق مقصد؟ التطبيق ده ياخذك لاي مكان في الحرم. Bro, there's a lot of services right here. There's a lot because millions of people coming in. تبغى تمام it's not easy. ولا كويس it's not easy. 100 تمام. فتضغط تبدا، تقدر تبحث عن اماكن محدده وكمان يديك. فمثلا عندك خدمات ذوي الاحتياجات الخاصه، لو تبغى تعرف فين منطقه الصم والبكم، منطقه توزيع العربات، كل هذا يطلع لك. تبغى بوابه معينه. ثانيا في كذا لغه، فناخذ مثال دحين، مثلا نروح على باب الملك فهد رقم 79. ميزته مو لازم تكون شابك على الانترنت، فهو بالجي بي اس شغال وزي جوجل مابس بالضبط. تضغط دقيقتين لباب الملك فهد، فلتسهيل تجربة الزائر ما يضيع وقته في أي شيء غير اللي هو جاي علشانه. وصلنا للباب هنا، باب الملك فهد 79. فأيضا خدمة مرة مهمة. النظام الصوتي، النظام الصوتي. انت بتتكلم على واحد من اكبر الانظمة الصوتية في العالم، عاملين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله نسبة الخطأ 0%. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كيف؟ أربعة أنظمة صوتية، واحدة شغالة، لو واحدة خربت الثانية تشتغل فوراً أوتوماتيكياً. علشان ليش؟ علشان لا ينقطع الصوت أبداً وقت الإمام لما يقرأ ولا المؤذن لما يقيم الصلاة. هذا ليش؟ علشان أيضاً المصلين يركزوا ويخشعوا وما يتأثر خشوعهم. والإمام والصوت الجميل، مهما كان الإمام صوته جميل، إذا صوته مشوش أو تقطع المصلين حيتشوشوا. فستة آلاف سماعة موجودة في كل مكان، أربعة أنظمة صوتية وخمسين موظف شغلتهم فقط إدارة النظام الصوتي في الحرم. تخيلوا أنه 80% من المسلمين ليسوا عرباً. أكثر خمسة دول فيها مسلمين ليست دول عربية: أندونيسيا، باكستان، الهند، بنغلاديش ونيجيريا، كلها ليست دول عربية. وبالتالي بما أن الحرم المكي لكل المسلمين، فلخدمة هؤلاء المسلمين بكل لغاتهم تقدم مصاحف ب 65 لغة مختلفة. 65 different languages. حضرنا خطبة جمعة موضوعها مرة مهم، كانت تتكلم عن العصبية والعنصرية. طيب تخيلوا لما يكون أغلب اللي موجودين في الحرم ما هم قادرين يفهموا الخطيب إيش بيقول، فقدموا لهم ترجمة فورية للخطبة، بحط سماعات يشبكوها على الجوال ويقدروا يسمعوا الخطبة بلغتهم. atau adabul khilaf dengan menyalahi adab atau khilaful adab. Orang yang berbahagia adalah orang yang kaya dengan qanaahnya, besar dengan ketawaduannya dan agung dengan kebaikan akhlaknya.
حتى يستفيدوا. وكمان فئة مرة مهمة أنها تفهم خطبة الجمعة وتستفيد منها، فئة الصم والبكم. في ناس مترجمين شغلتهم بس وقت خطبة الجمعة يوقف ويترجم للصم والبكم حتى يستفيدوا من الخطبة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. إحنا أمة من أوائل الأمم اللي اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة. يعني الله سبحانه وتعالى عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمى، عبس وتولى. وقالوا سمعنا وأطعنا. موجود المصحف الشريف بلغة برايل علشان الكفيف يقدر يقرأ القرآن في الحرم المكي. اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الاهتمام بذوي الهمم من الأساسيات في الحرم، وفي خدمات مرة كثير من ضمنها العربة العادية، في أكثر من 10,000 عربة تقدم مجاناً. العربة الإلكترونية في 400 عربة وتقدم مجاناً لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي العربة المستقبلية اللي هي الثنائية والثلاثية، هذه لم تطبق بعد ولكن إن شاء الله في المستقبل ستطبق. هذه العربة الثلاثية تخدم 3 أشخاص، تساعد المطوف أنه يخدم 3 أشخاص بدل شخص واحد، وطبعاً إلكترونية هو واقف بدل ما يمشي. هذه لسه ما تطبقت ولكن من ضمن الأفكار المستقبلية إن شاء الله. Man, they are well prepared. كفكرة. They are well prepared. Modernized and organized everything, bro. Everything is dope. المتطوعين. يا هلا السلام. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ خير والله. عرفنا. ايش مسوي؟ الحمد لله. واصل صالح بعطي متطوع في شباب مكة. شباب مكة. نعم. ايش بتسوي؟ خدمة كبار السن والمعاقين اللي يجون من كافة دول العالم نخدمهم احنا طواف وسعي لوجه الله تعالى. انا ما نبغى الا الدعاء منك. شيء جميل رب يسبب فيه. وكذا والله من احلى اعمال التطوع اظن. انك تطوف الناس حول الكعبة وفي المسعى. كم ساعة تطوع؟ انا في عندنا 4 ورديات، كل وردية 6 ساعات. 24 ساعة. 24 ساعة طوال اليوم طول السنة. دوامي انا من 6:30 صباح ل 12:30 الظهر. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقكم. امين. ويطرح لكم البركة في وقتكم وجهدكم. امين يا رب وياكم الجميع ان شاء الله. السلام عليكم. تطلع لك كذا بدعوة من حاجة من اندونيسيا ولا من ماليزيا، تطلع من القلب. هذول بيجوا ترى بيجوا من يعني آلاف الأميال وقلبهم يعني أو يعني الروحانية اللي فيهم غير إحنا اللي معتادين على الموضوع كل يوم بنزور. سبحان الله القلب يعتاد. دول جايين أول مرة يشوفوا الحرم، أول مرة يشوفوا الكعبة، ويمكن آخر مرة، يعني يمكن لن يأتي مرة أخرى. فهذه المشاعر وهذه الصلة مع الله سبحانه وتعالى، لما واحد يتطوع ويخدمهم يحصل على دعوة، يعني شيء عجيب. الحمد لله الله يبلغنا. فجزاهم الله خير شباب مكة والله من جد. بالمناسبة يعني على موضوع التطوع، الإفطار، إفطار الصائمين يمكن هذه أطول مائدة في العالم. 500,000 تمرة منزوعة النوى داخل الحرم، ونص مليون تمرة خارج الحرم. كثير من الناس اللي بيشتغلوا بيخدموا من المتطوعين، بيجوا بس علشان يبوا يفطروا صائمين في الحرم، يريدوا الأجر ويجدوا متعة واعتزاز بهذه الخدمة اللي يقدموها للزائرين. سؤال مهم، هل معنى كل اللي غطيناه ده أنه لا يوجد أخطاء؟ لا طبعا، هذا عمل ليس كامل، لأنه الكمال لله وعمل بشري. فما في شك حيكون فيه أخطاء، أحيانا بسبب خطأ فردي، أحيانا بسبب أمور تحصل ما هي متوقعة، هذا طبيعي. ولكن أي منصف لا يستطيع أن ينكر أنه التحسين في الحرم المكي هو عملية مستمرة كل سنة بعد سنة. يعني ما في سنة إلا وفي تحسين عن السنة اللي قبلها. برنامج خدمة ضيوف الرحمن برنامج من 12 برنامج للرؤية، مئات المبادرات ومئات الجهات المتعاونة ستقدم تحسينات كبيرة جداً خلال السنوات القادمة، وهو ركن أساسي من أركان رؤية 2030. أولاً شكر على كل ما بذل من جهود، ودعوة بالتوفيق لكل ما سيبذل من جهود للمستقبل. سيبنجا ملاني عنده. هاجيك خدمت فخرك. Nous sommes fiers de vos services. It's an honor to serve you. خدمتكم افتخاري ماس. نفخر بخدمتكم. خليها كده نربع بما أنه خلصنا. أيوة تمام. أوكي. الحمد لله مرة جدا استمتعت بالتجربة. كويس. تمام.
ايوه نبغى احد يترجم اللي قاله دحين. Parlez vous français? Oui oui. Comment he's from France. نسينا الفرنسي. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mohamed Boulari. Oh, très bien. دينا كلمة أردو. راحت اللغة. الماكينة دي طاقتها الاستيعابية بتخرج جالون. الماكينة سوي لك هيد ستاند كل الأماكن حقت الحرم. المراقبين شغالين أكثر من هدول أكثر من 24 ساعة. ما في أكثر من 24 ساعة في اليوم، هي 24 ساعة فقط. جاتهم عملية. احكي ايش راحت الجزمة وراح التروكس. احكي ايش اقول. يعطيك العافية، خلصنا بإذن الله. أخذ المايك معي يعني؟ لا ده خلاص تمام. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية، موفقين، شاكرين كالعادة أنكم بتسمحوا لنا أنه ندخل بيوتكم وندردش معكم ونديكم شوية يعني أفكار وشوية طروحات. أتمنى تكون جيدة. أي كلمة، أي معلومة، أي شيء كويس أتقال في الفيلم ده فهو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وببركاته. وأي خطأ صار، احتمال نكون قلنا معلومة غلط أو قلنا شيء غلط، فهو غير مقصود وهو مننا ومن خطأنا البشري والكمال لله. شكرا على المشاهدة، كل عام وانتم بخير. تحياتي، أهلا وسهلا. خلاص خلاص، الحمد لله. واو، this is very interesting. This is how they produce water and everything, all these services they give while praying and all these pilgrims. How what is that? Is that what you call it? Pilgrims, yeah. No, that's this is a hard, you know, to control. There's how many thousands of people, bro? To control everything is not easy. They provide all the services and everything automatic, and it's well organized though. It's well organized for real. This is very interesting. All right, guys. I hope you all enjoyed this. If you do, don't forget to smash the like button, share my videos, and subscribe to my channel. Thank you guys for watching, and see you in next video. Peace out.